وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أستاذة ماريا، بعد التحية، لو تحدثيننا عن أهمية هذه الورشة والمحاور التي تضمنتها في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. مساء الخير ومرحبا، أحييكم جميعا. طبعا في البداية أود أن أؤكد أن هناك دور حضاري تاريخي للبحرين منذ يعني القدم، كانت هذه كلها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحرية والحياة الفضلة حتى قبل يعني انضمام البحرين إلى المعاهدات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. البحرين كانت دائما وأبدا تهدف إلى رفع شأن الإنسان وصون كرامته. الآن نتكلم عن ورشة أمس. نحن كان لنا دور في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعرف ويمكن السادة المشاهدين يعرفون أن المؤسسة الوطنية أنشئت برؤية ملكية سامية، وتوجت هذه الرؤية بالقانون رقم 26 لسنة 2014، وعدل هذا القانون بمرسوم بقانون في عام 2016. دور المؤسسة هو تعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. أحب أعرج بسبب الورشة، يعني بمناسبة الحديث عن الورشة يوم أمس، هو أن في قانون المؤسسة هناك مادة اللي هي المادة رقم 12 معنية بمشاركة المؤسسة بوضع وتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على يعني مستوى المملكة. نعم. إذا يسمح لي الوقت أحب أعرج على المداخلة التي قمت بها نيابة يعني عن المؤسسة ودورنا في الخطة الوطنية. قدمنا 10 محاور أو 10 توصيات أسردها لكم يعني بعجالة. نعم. هو أن اقترحنا أن يعني الخطة الوطنية أن تقوم لجنة محددة بمتابعتها وتقييمها. ثانيا، أن تستند الخطة الوطنية إلى معايير حقوق الإنسان العالمية وأن تكون شاملة في نطاقها، أن تحدد مبادئها وأهدافها. أهم شيء وأحب أركز عليه أن تكون هذه الخطة الوطنية مشروعا وطنيا، لأن هذه هي رؤية جلالة الملك في حقوق الإنسان في البحرين. النقطة السادسة، أن تكون قابلة للتطبيق وتكون معقولة وشفافة، أن تكون معلنة ومتاحة للجمهور، وأن تكون عملية متواصلة، يعني لابد من الاستمرارية في الخطة الوطنية. من أهم الأمور وأبرزها طبعا أن تهتم بالبعد الدولي، والأهم أيضا في هذا الصدد أن تكون هناك ما نسميه الـ KPIs Key Performance Indicators أو آليات للرصد والتقييم. نعم. السيدة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.